السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. عنوان هذا الدرس محيط المربع والمستطيل والمثلث، الحصة الرابعة والخامسة. إذن هذا الدرس هو عبارة عن تتمة لتمارين محيط المربع والمستطيل والمثلث. التمرين الثامن، إذا أردت حساب محيط مربع هل يجب علي قياس جميع أضلاعه؟ لماذا أحسب محيط هذا المربع بطريقة مختصرة؟ إذن أريد حساب محيط هذا المربع الذي طول ضلعه 2 سنتيمتر، هل يجب علي قياس جميع الأضلاع؟ نعم أم لا؟ ولماذا؟ ثم أحسب بطريقة مختصرة محيط هذا المربع الذي ضلعه يساوي 2 سنتيمتر. إذا أردت حساب محيط مربع هل يجب علي قياس جميع أضلاعه؟ لا. لماذا؟ لأن جميع أضلاعه متقايسة. إذا أردت حساب محيط هذا المربع فلا يجب علي أن أقيس جميع أضلاعه، يكفيني أن أتعرف قياس ضلع واحد والأضلاع الأخرى ستكون لها نفس القياس. لماذا؟ لأن جميع أضلاع المربع متقايسة، أي لديها نفس القياس. هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع يساوي هذا الضلع. إذا تعرفت على قياس هذا الضلع مثلا 2 سنتيمتر، سيكون قياس هذا الضلع هو 2 سنتيمتر، ثم هذا 2 سنتيمتر، ثم هذا الضلع 2 سنتيمتر. إذن جميع أضلاعه ستكون مساوية لهذا الضلع الذي يساوي 2 سنتيمتر. إذن أحسب محيط هذا المربع بطريقة مختصرة. إذن لدي الضلع الذي يساوي 2 يتكرر 4 مرات. إذن ماذا سأفعل؟ سأضرب 2 في العدد 4. إذن هذه هي الطريقة المختصرة لحساب محيط المربع، 2 أضرب الضلع في 4، إذن 2 في 4 تساوي 8، 8 سنتيمتر، إذن محيط هذا المربع هو 8 سنتيمتر. التمرين التاسع، إذا أردت حساب محيط مستطيل هل يجب علي قياس جميع أضلاعه؟ نعم أم لا؟ ولماذا؟ ثم أحسب محيط هذا المستطيل بطريقة مختصرة. إذا أردت حساب محيط المستطيل مثلا هذا المستطيل، هل يجب علي قياس جميع أضلاعه؟ نعم أم لا؟ ثم لماذا؟ ثم نحسب بطريقة مختصرة محيط هذا المستطيل. إذا أردت حساب محيط مستطيل هل يجب علي قياس جميع أضلاعه؟ لا. لماذا؟ لأن كل ضلعين متقابلين متقايسين. إذا أردت أن أحسب محيط المستطيل فيكفيني أن أتعرف على ضلعين، الضلع الذي يمثل الطول
والضلع الذي يمثل العرض. إذا تعرفت على ضلعين فقط فإنه يمكنني حساب محيط هذا المستطيل واستنتاج قياسات باقي الأضلاع، لأن كل ضلعين متقابلين في هذا المستطيل متقايسين. إذا ما هي الطريقة المختصرة لحساب محيط المستطيل؟ ماذا نقوم؟ نجمع الطول زائد العرض ونضربه في 2، أي 12 زائد 4 جدا 2. 12 زائد 4 تساوي 16، 16 جدا 2، 16 جدا 2 تساوي 32 سنتيمترا. إذا محيط هذا المستطيل هو 32 سنتيمترا. إذا الطريقة المختصرة لحساب محيط المستطيل: نجمع الطول زائد العرض والخارج أضربه في 2. التمرين العاشر: أتمم ملء الجدول. المربع 1 قياس ضلعه 4 سنتيمتر، إذن سنحسب محيطه. ثم المربع الثاني 5، ثم المربع الثالث 10. إذا نبدأ بالمربع الأول الذي قياس ضلعه 4. إذا القاعدة التي نطبقها لحساب محيط المربع: نضرب الضلع في 4، أي 4 جدا 4، 4 جدا 4 تساوي 16. في المربع 2 ضلعه يساوي 5، 5 أضربها في 4، 5 في 4 تساوي 20. ثم في المربع الثالث الذي طول ضلعه 10، أضرب 10 في 4 تساوي 40. التمرين 11: أتمم ملء الفراغ. إذا المستطيل 1، قياس الطول 4، قياس العرض 3، سنحسب قياس المحيط. ثم المستطيل 2، قياس الطول 5، قياس العرض 3، سنحسب قياس المحيط. ثم المستطيل 3، قياس الطول 10، قياس العرض 5، سنحسب قياس المحيط. إذا لحساب محيط المستطيل ماذا نفعل؟ نجمع الطول زائد العرض والخارج أو الناتج أضربه في 2. نبدأ بالمستطيل رقم 1، طوله 4 وعرضه 3، إذا سأجمع 4 زائد 3، 4 زائد 3 تساوي 7، 7 جدا 2 تساوي 14. إذا قياس محيط المستطيل 1 هو 14. ثم المستطيل 2، أجمع الطول زائد العرض، 5 زائد 3، 5 زائد 3 تساوي 8، 8 جدا 2 تساوي 16. إذا قياس محيط المستطيل 2 هو 16. ثم المستطيل 3، 10 زائد 5، 10 زائد 5 تساوي 15، 15 جدا 2 تساوي 30. إذا قياس محيط المستطيل الثالث هو 30. التمرين 12: قياس محيط هذه البقعة هو. إذا لدي بقعة مثلثة الشكل، أضلاعها على التوالي: 60 مترا،
ثم 80 مترا ثم 70 مترا. إذا ما هو محيط هذه البقعة؟ هل هو 140 متر أم 210 متر أم 130 متر أم 150 متر؟ إذا لحساب محيط هذه البقعة، هذه البقعة عبارة عن مثلث. إذا مثلث أحد الأضلاع يساوي 60 متر، ثم الضلع الثاني 70 متر، ثم الضلع الثالث 80 متر. إذا لحساب المحيط ماذا نفعل؟ سنجمع أضلاع هذا المثلث، يعني 60 زائد 70 زائد 80. 60 زائد 70 تساوي 130. 130 زائد 80 تساوي 210. إذن الجواب الصحيح هو الجواب باء. قياس محيط هذه البقعة هو 210 متر. Exercice 13. Je calcule le périmètre des figures géométriques suivantes. Alors, j'ai trois figures géométriques, un carré, un triangle, un rectangle. Je calcule le périmètre de chaque figure géométrique. Je commence par la première figure géométrique. J'ai un carré. Alors, le périmètre du carré égale 4 fois 4. 4 fois 4 égale 16 cm. Le périmètre du carré est 16 cm. On passe au triangle. Le périmètre du triangle est 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 plus 3 égale 9 cm. Le périmètre du triangle est 9 cm. On passe au rectangle. Le périmètre du rectangle est 6 plus 3 multiplié par 2. 6 plus 3 égale 9. 9 multiplié par 2 égale 18. Alors, le périmètre du rectangle est 18 cm. Exercice 14. J'ai un jardin triangulaire que je veux entourer du grillage. Je calcule la longueur du grillage nécessaire pour clôturer mon jardin. Alors j'ai un jardin triangulaire. Je veux clôturer mon jardin. Alors quelle est la longueur du grillage nécessaire pour clôturer mon jardin? Alors, pour calculer la longueur du grillage nécessaire pour clôturer mon jardin, alors je vais calculer le périmètre de ce triangle. Le périmètre de ce triangle est 5 plus 4 plus 7. Alors, 5 plus 4 plus 7 égale 16 mètres. C'est le périmètre de ce triangle. Le périmètre de ce triangle est 16 mètres. Alors,
La longueur du grillage représente le périmètre du jardin. التمرين الخامس عشر: حديقة مدرسة أحمد مربعة الشكل، قياس ضلعها 5 متر، بها أزهار. لاحظ أحمد مرور التلاميذ وسط الحديقة، فناقش الموضوع مع ليلى وريم، وقالت ريم: ما رأيكم أن نلف الحبل حول الحديقة 3 مرات؟ ونجعل بين الحبل والآخر 20 سنتيمترا. قال أحمد وليلى: نعم الرأي، موافقان. إذن في مدرسة أحمد هناك حديقة مربعة الشكل، قياس ضلعها هو 5 متر، وبها أزهار، لكن بعض التلاميذ يمرون وسط هذه الحديقة ويدوسون هذه الأزهار. وإذا أراد أحمد رفقة ليلى وريم أن يحافظوا على حديقتهم، فكان اقتراح ريم أن يلفوا حبلا حول الحديقة 3 مرات كما في الصورة، 3 مرات بين الحبل والحبل 20 سنتيمترا. إذا ألف أحسب محيط الحديقة، ما هو محيط الحديقة؟ ثم ب: كم مترا سيحتاج الأصدقاء الثلاثة لتسييج الحديقة ب3 لفات؟ إذن السؤال ألف أحسب محيط الحديقة. إذا لحساب محيط الحديقة، الحديقة مربعة الشكل وقياس ضلعها 5 متر. إذا 5 متر ستتكرر 4 مرات، أي 5 جذا 4. 5 جذا 4 تساوي 20 مترا. إذا قياس محيط الحديقة هو 20 مترا. ثم السؤال ب: كم مترا سيحتاج الأصدقاء الثلاثة لتسييج الحديقة ب3 لفات؟ إذا الأطفال الثلاثة سيلفون الحبل 3 مرات، أي محيط الحديقة 3 مرات، أي 20 جذا 3. المحيط 3 مرات، 20 جذا 3 تساوي 60 مترا. إذا الأصدقاء الثلاثة سيحتاجون إلى 60 مترا لتسييج الحديقة ب3 لفات. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيراً.